العمليات المنطقية اللي تعتمد على المنطق، والمنطق لدينا أما أنه يرجع لك قيمة صحيحة true أو قيمة خاطئة، ما تكون قيمة صحيحة أو خاطئة or on or off. وطبعا المنطق يستخدم بكثرة في البرمجة، وهذا الشيء لابد أنه تفهمه وتفهم المغزى الأساسي من عنده. أساس المنطق هو يعتمد على المتغير اللي هو يكون من نوع بوليان. فعلى سبيل المثال أعرف متغير state على أساس يكون عندك بوليان، وهذا المتغير أبدي على سبيل المثال إيش الأوبريتر يستخدم مع المنطق. الأوبريتر متعارف عليها الرياضي، عملية الأكبر، عملية الأصغر، عملية المساواة تكون عندك بهذا الشكل، عفوا هذه فارزة، أوكي عملية المساواة. أيضا عندك المنطق، العمليات المنطقية عندك الأند أن أور، الأور اللي هي يعني تستخدم الأوبريتر هذه اللي تكون يعني تو يعني مرتين تكتبها بهذا الشكل، ثم عندك الاند ايضا تستخدم لها الاوبريتر هذه. فهذه يعني الاوبريتر المنطقيه، فانت هناك دمج بينها، يعني تستخدم مثلا اكبر من او يساوي اصغر من او يساوي، يمكن تستخدم اند اون اور عمليات المساواه مع اند او اور، ويعني تدمج ما بين هذه العمليات حتى تحصل على المنطق، والمنطق واحد اما تعطيك ترو اور فولس. على سبيل المثال نقول واحد اكبر من الاثنين، وهذا المنطق ايش؟ واضح جدا انه يعطيك always false، يعني يعطيك دائما قيمة false. فالان لو تعمل انت system.out.print بالنسبة الى الST، فالان تتوقع انه اكيد راح تتوقع انه الST راح تكون عنده قيمة ايش؟ قيمة false، مثل ما تلاحظ false. فالان هو هذا الST اللي احنا عملناه دائما يرجع لك اما قيمة true or false. فهنا على سبيل المثال مثل ما تلاحظ الآن عندك الواحد أكبر من الاثنين هي تعطيك إيش؟ تعطيك فولس. فالآن إذا قلت أور يعني أور أو الواحد أقل من الاثنين، أوكي. فالآن لاحظ هذه عندك فولس وهذه عندك ترو، إيش تتوقع أنه يعطيك النتيجة؟ الآن راح يعطيك ترو. طيب لو أكرر أعطيه أيضا فولس أخرى، أقول له مثلا الواحد أكبر من الثلاثة، إذا هذا عندك أصبح فولس وهذا عندك أصبح فولز، وهذا فقط عندك ترو، إيش تتوقع الاستي راح تكون عندك؟ لأن تتوقع الاستي يعني البوليان راح يعطيك قيمة ترو. لماذا؟ لأن الآن ترجع لك فقط قيمة واحدة فولز إذا كان الكل فولز، تمام؟ قيمة واحدة فولز إذا كان الكل فولز، وإلا فهي ترجع لك قيمة ترو، وهذا الشيء راح تستفاد من عنده في كثير من الأمور المنطقية. طيب لنفترض على سبيل المثال هنا بدل الاند ابدي استبدلها بدل الاور ابدي استبدلها ايش؟ استبدلها باند، اوكي. الان ايش تتوقع علي ويرجع لك ترو؟ اكيد راح يرجع لك فولز. لماذا؟ لان الاند هي عكس الاور تماما، اي بمعنى انه يرجع لك فقط قيمه ترو واحده اذا كان الكل ترو، اذا كان الكل ترو فيرجع لك قيمه ترو واحده، وهذا ما استخدم. فاذا تريد تشيك على كلمه السر والباسورد الخاص في يعني اليوزر نيم اند باسورد، فانت راح تستخدم اند، يعني كلاهما ترو، كلاهما صحيحين حتى اسمح له بعمليه يفتح الصفحه الخاصه فيه وفي عمليه تسجيله، تمام. فبهذا الشكل يمكن انه نحن نستفاد من العمليات المنطقيه.